مساء الخير. شنافور نوردارية في زنونت كريستوس زنابية في هايدنيتساف، تسيزي ميزي ميدز افيديس. تحية أرمنية. هو عيد للأرمن الأرثوذكس، ميلاد السيد المسيح على التقويم الأرمني. لكن السياسة لم تأخذ إجازتها ما يحتم مقدمة نشرة أخبار بكامل دسمها. ففي ميلادنا ظهر السيد الحريري وعاد الى الوطن بعد شتات، واطمأن اللبنانيون الى ان رئيس حكومتهم اصبح حاضرا بينهم، لكن من دون التيقن من انه سيواظب على البقاء اذا لا متخيرات طرأت تدفعه الى وقف نزيف هدر الوقت. الحريري عاد حقا عاد، لكنه لا يزال في فتره نقاهه من تعب الاجازه. باستثناء حديث سينشر في الحياه غدا، اكد فيه رئيس الحكومه ان التفاهم السعودي السوري انجز منذ فتره طويله وقبل انتقال الملك عبد الله الى نيويورك للعلاج، وقال ان الخطوات والاجوبه مطلوبه من غيرنا وليس منا، وما عدا ذلك محاوله لافشال الجهود السعوديه السوريه، واضاف إن أي التزام من جانبي لن يوضع موضع لن يوضع موضع التنفيذ قبل أن ينفذ الفريق الآخر الالتزام به. وعلى زمن الميلاد الأرمني أيضا اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك برئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو في شرم الشيخ في الزمن الذي يغلي فيه أقباط مصر على نار التظاهرات الحانقة والمطالبة بتحديد هوية منفذي إرهاب الكنيسة. لم يحدد النظام المصري هويتهم لكنه حدد موعداً لنتنياهو هو الرابع منذ تسلمه منصبه في الحكومة ذيل الاجتماع بعبارة السلام واستبق بدعوة نتنياهو إلى التصدي للمجموعات المدعومة من إيران في إشارة إلى حزب الله وحماس وبقول وزير خارجيته أفيكدور ليبرمان أن لا اتفاق مع الفلسطينيين قبل عقد من الزمن فماذا جاء يفعل نتنياهو إذن؟ وإذا كان باراك أوباما نفسه فاض به ويأس من رئيس حكومة إسرائيل، فأي صبر يتمتع به الرئيس مبارك وأي سلام هذا الذي يبني أسسه على تعطيل الموقف العربي الموحد؟ فلجنة مبادرة السلام كانت تعد مشروعها لمجلس الأمن ومن المفترض في هذه الحال أن تترأس مصر القرار العربي وتأخذ موقفا جازما بعدم العودة إلى الوراء بعد سبع عشرة سنة من التفاوض العقيم ومن القمم واللقاءات على افطارات رمضان التي لم تنتج الا سيلانا لدماء العرب وليس مطلوبا من القادة العرب والمصريين على وجه الخصوص سوى ان يكونوا على مستوى فتاوى الحاخام اليهودي موشيه هارش الذي طالما يوما وقبل رحيله بعقوبات على ما سماه الاحتلال الاسرائيلي للقدس لا نريد اكثر